السلام عليكم ورحمة الله. أرض الشآم محبتي مسطورة في القلب في الوجدان في الأحشاء، والحب للأردن يملأ خافقي، والقدس والأقصى نسيم هوائي. أهلا وسهلا بكم معنا مشاهدين الأكارم في حلقة جديدة ومتلونة في فضاء تركيا الرحب على مائدة الألوان السبعة. من على شاشة التركية نبرق إليكم بالمحبة والتقدير، ونبدأ معكم سلسلة فعاليات برنامجنا لهذه الليلة بعد فاصل قصير، ابقوا معنا. كيف عاشت الأعراق المختلفة لألف عام في مكان واحد؟ هل الاختلافات الثقافية والاجتماعية عامل غنى وتنوع؟ كيف يمكن لمشروع الوحدة والتآخي أن ينجح؟ بعد قليل. وجوه الناس في دار العجزة، أسرار الحياة التي تختفي في وجوه الناس، معرض الصور الذي يجسد لنا الجمال في كل المراحل العمرية، بعد قليل في الألوان السبعة. أهلا وسهلا بكم معنا مشاهدين الأكارم مرة أخرى. تعيش تركيا حالة فريدة تجمع في ثناياها مجموعة من العرقيات والإثنيات والطوائف والمعتقدات في حالة مهيبة وتجانس غريب. هذه الحالة تجمعهم جميعا في إطار الجغرافيا التركية الواحدة والواسعة. حول هذا الموضوع نستضيف اليوم شخصية مميزة كما عودناكم من خلال برنامجنا، نتناقش وإياه بمشروع كثيرا ما تحتاجه الأمة وقليلا ما نسمع عنه في وسائل الإعلام، في وقت نسمع كثيرا عن دعوات الفرقة والتشتيت والتجزئة. اليوم سنطرح موضوع الأخوة والتلاقي ومد جسور التواصل، ومعنا لهذا الغرض حضرة البروفيسور ثروة أرمغان، مستشار رئيسي الوزراء التركي وأستاذ العلوم الدستورية القانونية، قانوني محترف وإبداعي وصاحب مشاريع متعددة، ومؤلف لأكثر من 50 كتابا كان آخرها بعنوان المؤاخاة أو التآخي الحقيقي. أهلا وسهلا بك حضرة البروفيسور. أهلا بكم. أهلا بكم. في برنامج الألوان السبعة مشاهدين الأكارم نبدأ بفقرة تعريفية، نبدأ على إثرها الحوار مع ضيفنا كما عودناكم، لنتابع معا هذا التقرير المصور. الأستاذ الدكتور ثروة أرمان أستاذ في مجال القانون الدستوري، متخصص في مجال الحقوق، وأكاديمي يعرف منطقة الشرق وجنوب شرق تركيا بشكل جيد، ومفكر يعرف عن قرب الأوساط الاجتماعية والثقافية للمنطقة نفسها. ولد في محافظة أورفا التي تتميز بتواجد العناصر العرقية المختلفة والثقافات المتنوعة، وهو مؤسس وأول رئيس لجماعة حران. اشتغل الأستاذ الدكتور ثروة أرمان عميدا لكلية الحقوق في كلية ديار بكر، وظف كمتخصص في البنك الإسلامي للتنمية التابع لمعهد البحوث والدراسات الإسلامية، نشر أكثر من 100 مقالة علمية، وألف أكثر من 50 كتابا. يعمل حاليا كعضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة إسطنبول. آخر كتبه عنوان له بمشروع المؤاخاة، وقد لقي اهتماما كبيرا من الجمهور، إذ أنه يضع الإصبع على موطن الجرح. وقد تناول الدكتور في كتابه سبل حل مشكلة الإرهاب العرقي الذي يشغل تركيا منذ سنين، والأبعاد الاجتماعية والحقوقية للموضوع نفسه، والقيم التي تجمع شعب المنطقة في يومنا هذا. أهلا وسهلا بكم مجددا مشاهدينا، ونجدد الترحيب بضيفنا المميز لهذه الليلة حضرة البروفيسور ثروة. أهلا وسهلا بك معنا في برنامجنا مجددا. التنوع الموجود في تركيا، التنوع العرقي الطائفي، المعتقدات، الطوائف وغيرها على الجغرافيا التركية، هل تنظر إليه على أنه عامل تنوع يسهم في الخدمة العامة، أم أنه عامل تفرقة وتجزئة؟ لا، على العكس، يعني هذه التفرقة أو هذه الاختلافات بين المواطنين يعني كطوائف والجنسيات وكذا تسهم وتؤيد الخدمات العامة في تركيا،
وتعزز أيضا دولة تركيا، لأنه الروابط بيننا أو بين الطوائف هي الروابط الدينية القوية. فدائما نكرر ويجب أن نكرر أيضا هنا، يعني قبلتنا واحدة وكتابنا واحد ورسولنا واحد نؤمن به صلى الله عليه وسلم. فلذلك يعني لا نستطيع أن نجتنب أو نبعد بعضنا بعض يعني في الحياة الاجتماعية والسياسية وكذا. ففي آخر كتابي يعني كما قلتم في بداية البرنامج، الانفتاح الديمقراطي أو الانفتاح الكردي أو المشروع الأخوية أو التآخي تستند إلى هذه الملاحظات، ملاحظات الإمام سعيد نورسي، وهو عاش في أواخر الدولة العثمانية وأيضا في بداية إدارة الجمهورية أيضا، يعني يعيش عصرا مخضرما. نعم طبعا في دورتين أو فترتين يعني. لذلك يعني هو يعرف الطوائف المختلفة كما قلت، وأيضا عالم كبير، طبعا عالم كبير، وقدم وكتب بعض المقدمات مقالات في أواخر الدولة العثمانية في الجرائد اليومية، دائما ركز على هذه النقاط، يعني النقاط الدينية، الروابط الدينية الأخوية، وتحدث دائما عن وحدة الوطن، وحدة الأمة، وتآخي وكذا. مثلا عجيب، هو كردي، بالرغم من هذا هو لم يقترح ولم يتحدث عن انفصال الأتراك عن الانفصال الأكراد عن الأتراك، على العكس يعني كان يدعم باتجاه التآخي والوحدة طبعا. وكما قال يعني أنا أعرف وأؤيد سعادتنا على حد قول سعادتنا تنبتك عن سعادة الأتراك. لابد أن ننفصل عن الأتراك أو عن الدولة العثمانية وكذا. فأيضا هو نصح يعني الأكراد الذين يعيشون في إسطنبول في عاصمة الدولة العثمانية، عددهم كانوا أكثر من 40,000 على حد قولي، وهم حمان يقول هؤلاء 40,000 الكردي يعني لا يعرفون القراءة والكتابة. يا معشر الأكراد، تعلموا العلم وتعلموا الكتابة والقراءة حتى تعرفون، حتى توصلون يعني إلى الحقوق، إلى الحكومات وإلى حفاظ الحقوق والمجتمع. ركز على قضية تعليمهم حتى يكونوا يعني لهم مكانة مرموقة في مجتمعهم، لأن العلم هو الذي يقدم الناس، ففوز بعلم تعيش حيا به أبدا، الناس موتى وأهل العلم أحياء. أستاذنا الكريم، يعني وأنت من أهل العلم المختصين في هذا الجانب، ونتشرف باستضافتك معنا، هل ترى أن تركيا اليوم بهذا التنوع الموجود فيها يمكن أن تشهد حالة من حالات الأخوة التي ذكرتموها في كتابكم؟ نعم، أنا أرى طبعا يعني في الأصل نحن نعيشون يعني مع الأكراد، مع العرب في تركيا يعني في حالة السلمية، حالة السلمية منذ زمان، منذ عصور يعني. متى أسست الدولة العثمانية؟ في 1300 تقريبا، قبل 6 قرون يعني، أكثر من 6 قرون. بالرغم من هذا لم نحارب، لم ينبثق يعني الاختلافات والتشاجرات عنيفة بين الطوائف كثيرة وعميقة، أحيانا يعني حدثت بعض الأحداث، لكن الإسلام هو الذي جمعنا وسيجمع أيضا. فمثلا أنا أضرب لكم مثال طريف جدا، أنا كنت عميدا في كلية الحقوق في جامعة دجلة في ديارباكر، فيها كما تعلمون الأكراد بكثرة، أكثر من 90% أو 80%، وسكرتيري هو كردية، كانت كردية، وحارسي أيضا كردي، والسائقي أيضا كردي. بالرغم من هذا أنا عشت معهم دائما يعني بحالة الودية، بحالة الأخوية على ما قلنا. فمثل شهر رمضان تناولنا الغداء والفطرنا وكذا. وأيضا أنا أسست جامعة الحرام في مدينة شنقرفة جوار ديار بكر، جاره يعني على حدود في جنوب شرق تركيا، شرق تركيا في مدينة أورفا. وأيضا نفس الشيء يعني أنا عشته، سكرتيري هي كردية اسمه فيليس، وسائقي وحارسي. بالرغم من هذا عشنا تعايشا سلميا، وحتى الآن هم يتصلون بأعياد
وسائل مختلفة ويقدمنا إلينا تهاني وناء تهاني وتهاني. يعني في الأصل نحن نعيش يعني في حالة السلمية، لكن بعض العناصر الأجنبية على تعبيري أنا تؤيد وتحثون هذه النفاق بين الطوائف التركية للأسف الشديد. الدول تفرقة الطوائف، نعم، وإيجاد الحدود المصطنعة وتفرقة الأمة، حتى الطوائف ذاتها بدأت تتقسم حضرة البروفيسور. نعم، كما تجري في الشرق الأوسط نفس الشيء. يعني الأسابيع الأجنبية أوروبية على رأس الولايات المتحدة، أنا لا أشتغل بالسياسة لكن هذا واضح جدا، فدائما أنت كردي يقولون هذا أنت كردي هو عرب لا تستطيع أن تعيش معه لأنه هو العرب. يعني الانفصالية، أفكار الانفصالية أو الأعدائية على ما يقال، يعني الطائفة عدو طائفة أخرى. ففي مثلا ديار بكر أنا عشت هناك عميدا للكلية سنتين، في أورفا أربع سنوات بين الطلاب، طبعا أخذت يعني الأسستان أو الأستاذ المساعد من الأكراد لا بس لا في نظر الدستور لا فرق بين الأتراك والأكراد والعرب وكذا، لأنه في الحقوق والواجبات نحن سواسية. مثلا الكردي المواطن الكردي يستطيع أن يدرس في القوة المسلحة مثلا، كما له الحق أن يدرس في قانون أو كذا، وله الحق أن يصبح حقوق المواطنة كاملة للعربي للكردي كاملة 100% يعني. لا نستطيع discrimination. اسمح لي أن أستفسر هنا عن قضية مهمة. أنت يعني ولدت في مدينة عرفة في جنوب شرق تركيا، مدينة عرفة معروفة أن بها الكثير من العرب الذين ناطقين باللغة العربية، وهناك الأكراد وهناك الأتراك. هذه البيئة المختلطة من حيث اللغات ومن حيث يعني اللهجات والثقافات، يعني دعنا نقول التفصيلية، ثقافتنا واحدة، ديننا واحد يعني، وقبلتنا واحدة، ووجهتنا الثقافية أيضا واحدة، كثير من القواسم مشتركة. مشروعك الذي أقمته حضرة البروفيسور عن التآخي، على ماذا اعتمدت؟ يعني ماذا يجب أن يحصل حتى يتم تحقيق التآخي الحقيقي؟ من قبل كل شيء نحن ينبغي لنا أن نعيش الخطوة الرئيسية للإسلام في حياتنا الاجتماعية والشخصية. أنا تركي مثلا، واجب علينا أن أعرف وأتمسك بخطوة الرئيسية للدين الإسلامي. ماذا يقول؟ إن من مؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، والكاظم من الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أستاذ في القانون وفي الشريعة أيضا، تفضل أستاذ. أنا أدرس في كلية الحقوق الفقه الإسلامي أيضا، يعني ما شاء الله الدراسة مقارنة مع النظام الوضعي والنظام الإسلامي أيضا. لذلك يعني أطلعت الكتب الفقهية والأحاديث، خصيصا أحاديث، يعني تعلمت أشياء كثيرة من الأحاديث في هذه النقطة. فلو عشنا في حياة الشخص صميما من صميم فؤادنا، يعني لا تظهر ولا تنشئ الخلافات بين الأتراك والأكراد. مثلا في ديار بكر الدولة استثمرت أشياء عديدة جدا، يعني في هذه المدينة أصبحت مدينة ديار بكر غنية، مدينة غنية، أورفا أيضا، ويستطيع أن يستفيد الكردي والتركي أيضا من هذه الاستثمارات الاقتصادية، الإفادة للمجتمع في النهاية. نعم. ونفس الشيء نستطيع أن نقول مثلا في مشروع إمام سعيد نورسي الذي قام به في أواخر الدولة العثمانية، واسمه المدرسة الزهراء، يعني تعني بها الجامعة الإسلامية، ويقول ينبغي أو على الدولة أن تؤسس جامعة خاصة في شرق الأناضول، يعني بين الحدود الإيراني وبين أورفا وكذا. هذه الجامعة اسمها مدرسة الزهرة، فيها تدرس، يجب أن تدرس العلوم الدينية جانب علوم الفنية ككيمياء وبيولوجيا أو الطب كذا. وأيضا يقول ينبغي لنا أن نستفيد من علماء الأكراد الذين ليس لهم الشهادة الرسمية، هو عالم مثلا يتقن عربية لكن ليس لا يحصل على شهادة علمية مثلا، نعم، العلم لكن علم. ينبغي أن نستفيد منهم للاستئناس على حد قولي، استئناس يعني حتى تسخن علاقاتنا بينهم وبينه، تسخن الآن جامدا ربما على حد قولي للاستئناس. فيمكن أن نستعملهم هذه الأساتذة ك
معلم عربي مثلا ليعلم العربية إلى الأتراك وهذا. وأيضا هو يقترح ارسل معلمين إلى الشرق الذين يتقنون الكردية أيضا إذا يمكن، إذا يمكن، لأن هذه في أواخر الدولة العثمانية الشعب الذين يعيشون في هذه المنطقة لا يتقنون التركية جيدا، وكردي يعني يتكلمون التركية سطحية، فإذا يمكن ارسلوا معلمين إلى هذه المدارس، المدارس المفتوحة في شرق الأناضول الذين يتقنون الكردية أيضا حتى يتصل بهم مباشرة أثناء الدرس. يعني هو سيدرس اللغة التركية لأنه اللغة الرسمية، لكن له الحق أن يشرح ما شرح ما حكى يعني عن الموضوع معين باللغة الكردية أيضا. وبهذه الطريقة تتعزز اللغات والثقافات. نعم. والوحدة أصلا يعني الفكرية أيضا. نعم. بذلك. عجيب الإمام النورسي اقترح، قدم هذا الاقتراح إلى السلطان رشاد في أواخر الدولة العثمانية، وأيد السلطان رشاد وخسر له أكثر من 19,000 ليرة ذهبي. 19,000 ليرة ذهبية. ذهبي نعم. كم ليرة؟ مليار ربما، يعني لا أدري يعني في هذه السنوات. فهو بدأت في موان أن توسع بناء الجامعة، لكن اندلعت حرب العالمية الأولى. توقف المشروع. توقفت. وثم في 1922 قدم نفس الاقتراح إلى الجمهورية الجديدة أيضا، إلى الإدارة الجديدة إلى في أنقرة يعني. هم قبلوا أيضا في المجلس الوطني التركي وخصصوا أكثر من 200,000 ليرة تركي. نفس الشيء يعني تقريبا مبلغ مالي ضخم، ضخم جدا جدا، لكن لم ينجح. فيقول يعني في رسالته التي نشرت في أواخر عمره، منذ أكثر من 50 سنة أنا أعاقب هذه الفكرة، لابد أن نؤسس هذه الجامعة، لكن لم ينجح للأسف الشديد. لو اليوم، عفوا للمقاطعة حضرة البروفيسور، اليوم الحكومة التركية تنتهج سياسة الانفتاح. طبعا. التركي الكردي، التركي العربي. نعم. تنتهج سياسة الانفتاح الحقيقي الجغرافي. نعم. والفكري يعني حقيقي، حتى معنى معنى حقيقي. نعم. نعم. هذه السياسة الجديدة كيف تقيمها حضرة البروفيسور؟ يعني جيدة من قبل كل شيء. انفتاح يعني فتحت الحكومة أبوابها إلى المواطنين وتقول نحن أنتم تستفيدون وتتمتعون الحقوق الواجبات المكتوبة في الدستور. كل كردي والتركي والعرب، العرب في منطقة مثلا أورفة يعيشون العرب يعني منطقة 30% أو 20% على حدود سوريا. ثانيا لا فرق بين الأكراد المواطنين في الحقوق والواجبات ولو كان أمور بسيطة. أمور بسيطة يعني لا يوجد مثلا أي فرق. في بعض الجامعات افتتحت القسم أو فتحت الأقسام جديدة، الطالب إذا يرغب أن يتعلم لغته الكردية له الحق أن يتعلم في الجامعة. في جامعة ماردن مثلا، في جامعة أعتقد في مانسا لا أدري يعني بالضبط اسمه، انفتحت امتحان تماما يعني. وللأكراد ينبغي لهم أن يستفيد في هذه الفرصة. انفتاح ديمقراطي أو انفتاح كردي كلمة أو اصطلاح طريف جدا يعني. لابد أن نستفيد. نحن المسلمون المثقفون الأتراك يعني لا نميز بين الأكراد والأتراك من الناحية الدستورية ومن ناحية القانونية، وهم أيضا لا ينبغي لهم أن يسمعوا الأقوال الأجانب الذين يقولون أنت العرب. نعم. وهو كردي وهو زازا وهو كذا، ليمزقنا يعني ليفرقنا بين صفوفنا وكذا. هذه هي تقييم الانفتاح الكردي والديمقراطي. أستاذنا الكريم، في ظل ما كتبتموه في كتابكم مشروع المؤاخاة أو الأخوة. نعم. وفي ظل الواقع الحالي يعني. نعم. الخطوات الجديدة التي اتخذتها الحكومة، وفي ظل رؤيتكم الخاصة لسياسات التوحد. نعم. على أساس الدين، على أساس المعتقد، يعني دعني أطرح مثلا آية كريمة. الله سبحانه وتعالى يعني قال قل
يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء. نعم. أمرنا كمسلمين أن نخاطب أهل الكتاب تعالوا لنوجد القواسم المشتركة الحقيقية، ألا نشرك بالله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، وغير إلى نهاية الآية. نحن نتحدث عن دعوة إلى غير المسلمين، فما نعم. بالك بالمسلمين؟ يعني الدعوة هذه لابد أن تصدر، وهذه هذا الأمر يمكن أن يؤسس ثقافة، أليس كذلك حضرتك؟ كذلك نعم، كذلك وأكيد. يعني اسمحوا لنا أنقل إليكم يعني بعض الأقوال الإمام سعيد نورسي الذي كتب في أواخر الدولة العثمانية، يقول إن الحجر الأساسي في بناء أمتنا وقوام روحها إنما هو الإسلام، وإن الخلافة العثمانية كانت يعني والجيش التركي من حيث كونها حاملين لرياضة تلك الأمة الإسلامية فهم بمثابة الصدافة والقلعة للأمة، وإن العرب والأتراك هم الأخوان الحقيقيان سيظلان حارسين آمنين لتلك القلعة المنيعة وصدافة المتينة. وأيضا قال صدفة تحمي الأمة، نعم، العلاقة تحمي الأمة التركية نعم. العربية الكردية الإسلامية هي صدفة التي تحمي قلعة الأمة. نعم. إن الواجب الفرائض أو التوافي في هذا الوقت هو الوحدة الإسلامية، وهدف هذه الوحدة وقصدها تحقيق الروابط النورانية التي تربط المعابد الإسلامية المنتشرة والمشتعبة وإيقاظ مرتبطة بها بهذا التحريق ودفعهم إلى طريق الرقى بأمر وجداني. وأيضا يقول اسمح لي أنقل أيضا إليكم عن الوحدة الوطن أو الوحدة الإسلامية لأجل تحقق الوحدة الإسلامية فهناك شروطها، منها اتخاذ القومية الإسلامية والنبذ العنصرية الموالدة للفرقة، نبذ العنصرية نعم إبعاد يعني أو محو أو قمع والاختلاف، ومما يؤيد هذا النظرات الأستاذ بدر الزمان سعيد نورسي في صدد ندرج هذا، قيل من قال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، يقول أي خلقناكم طوائف وقبائل وأماما وشعوبا كي يعرفوا بعضكم بعضا وتتعرفوا على علاقاتكم الاجتماعية لتعارفوا فيما بينكم، ولم نجعل قبائل وطوائف لتناكروا لا فتخاصموا من أجل الوحدة والتلاقي. يستمد من هذه الآية يعني النقاط الرئيسية، وعلى الأكراد أن يستفيد من هذا الشخص من أفكاره والحكومة أيضا، لأنه كردي كما سبقت القول، كردي يعرف أحوال الأكراد وعاش بين الأتراك وألف، هو مؤلفته 900% باللغة التركية. عجيب عجيب جدا، هو كردي اللغة الأمية الكردية، رغم هذا أولا في بداية الأمر ألف باللغة العربية سعيد الزمان النورسي، نعم سعيد الزمان النورسي، ثم يعني تقريبا 4000 صفحة تقريبا ألف باللغة التركية، يعني هو كان يستطيع أن يؤلف باللغة الكردية لكن لم يؤلف، ألف 90% باللغة التركية. هذه اللغة يعني تربط بيننا حقيقة، لا داعي أن نكون عدوانا عليه أو أفكار أعدائية على هذه اللغة، فالأهم حقوقنا وواجباتنا. أنا أسحب الحقوق والواجبات كما يسحب الأكراد أيضا، والأفكار الأخرى الذي يؤيد أو يوصل إلى التفرقة بيننا نتركها يعني إلى أحوالهم. نعم. نعم حضرة البروفيسور، يعني هذه إفاضة قانونية ودستورية، حقوق المواطنة لها أثرها. نشكرك جدا على كونك معنا في برنامج الألوان السبعة، ونشكر لك هذه الرؤى الحقيقية في التآخي ومشروعات التآخي، كونها بادرة أمل حقيقية في ظل دعوات تدعو إلى التشرذم والفرقة والانفصال. مشاهدين الأكارم، الوحدة والتلاقي والتآخي معنا في رسم كاريكاتيري، ولكن التعليق نتركه لكم لنتابع معا. للوقت في حياة الأمة التي تقدره قيمة عليا، فالوقت هو الحياة
والوقت هو السيف إن لم تقطعه قطعك، ولكن عندما يصبح فلسفة أمة تقيم له ولأجله أجمل الذكريات. ولذلك مشاهدين الأكارم نعرض عليكم تقريرا مصورا حول متحف الساعات لنتابع معا. بعض الناس لديهم هواية ركوب المخاطر، وبعض الناس يعجبهم حال القراء، وآخرون لا يجدون ضالتهم المنشودة إلا في السباحة في بحار التاريخ وأفيائه. فإن كنت من الصنف الثالث من الناس فأنت على موعد حقيقي مع الإثارة الممتدة من رحم التاريخ لتتجسد أمام عيونك في معرض فني مميز يزخر بالعطاء والجودة، ويحمل بين جنباته شذى التاريخ وألق الحضارة. إنه ليس معرضا عابرا، إنه متحف ماثل أمام العيون بكل لوحة فنية فيه تجذرت في رحابه على أرض لها رمزيتها وبمحتويات نادرة تحكي قصة الزمان بين دقات الساعة القديمة المخبوءة في ثناياها. إنه متحف الساعات الجاثم في قلب قصر الدولما باتشي في مدينة الأساطير إسطنبول. هذا المتحف الذي ينتصر للزمن وقيمته ولليد التي أبدعت بعطاء منقطع النظير حتى تصنع بعد كد وتعب بارقة علمية وتاريخية وحيوية اسمها الساعة، لا لتحسب الزمن بل لتوجد أرشيفا بشريا وحضاريا ما بين حركة عقاربها التي لا تتعب من معاركة الزمن. ساعات فرنسية، ساعات عثمانية، ساعات بريطانية، نبضات لقلب القرنين الثامن والتاسع عشر لازلنا نسمعها في أزقة إسطنبول الفاتنة، تنبض في قلب قصر الدولما باتشي فتبعث الحياة في جسد الكون النائم. شهدت فترة بزوغ فجر هذا المتحف حالات متأرجحة، ولاقى القائمون عليه أشد العنة في استصلاح وتفعيل الساعات القديمة وتهيئة الموقع التاريخي ليحتضنها بين ذراعيه. فبعد افتتاحه في عام 2004 للميلاد، ونظرا لقلة الرواد لهذا المعرض، قرر القائمون على هذا المشروع إغلاقه لعمل الصيانة اللازمة ولإضفاء المزيد من اللمسات الفنية الجاذبة عليه حتى يكون قبلة لرواد التاريخ والمعرفة. في 5 نوفمبر 2010 من عام 2010 للميلاد تمت إعادة افتتاح المتحف من جديد في مبنى الخزينة الداخلية القديم في قصر الدولما باتشي، ليجد الزوار أمام أعينهم معلما تاريخيا إبداعيا محفوفا بالإضاءة التخصصية التي تضفي على المكان هيبته وعلى الموجودات قيمة جمالية إلى جانب دلالاتها المعنوية والتاريخية والتكييف الدائم الذي يرخي بظلاله الوارفة على نفوس الزوار. بزيارة واحدة للمعرض تلمس مدى الجدية الحقيقية إبان الحكم العثماني في التعامل مع الزمن، فالساعات التي تمت صناعتها في الحقبة العثمانية كانت عنواناً لأسلوب حياة. وجوه الناس في دار العجزة، أسرار الحياة التي تختفي في وجوه الناس، معرض الصور الذي يجسد لنا الجمال في كل المراحل العمرية، بعد قليل في الألوان السبعة. مشاهدينا نستكمل معكم بقية فقراتنا لهذه الليلة في برنامج الألوان السبعة على مائدة قناة التركية بعد فاصل قصير، تفضلوا بالبقاء معنا.
أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. عاشوراء يوم له دلالته في الدين الإسلامي، أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بصيامه، ولكن في تركيا يحتفى بيوم عاشوراء بصورة وطبيعة مغايرة. عاشوراء الحلوى وعاشوراء الثقافة، معنا اليوم في تقرير مصور لنتابع. وجوه الناس في دار العجزة، أسرار الحياة التي تختفي في وجوه الناس، معرض الصور الذي يجسد لنا الجمال في كل المراحل العمرية، بعد قليل في الألوان السبعة. إذا كنتم في تركيا وتقيمون في حي ما، وطرق بابكم جار لكم لا تعرفونه من قبل وبيده طبق من الحلوى، فلا تستغربوا، اعرفوا ساعتها أن اليوم هو يوم عاشوراء. هذا احتفال خاص يتم في كل أنحاء تركيا. عندما يبدأ شهر محرم تخرج مراجل العاشوراء، ويبدأ الجميع بعمل حلويات العاشوراء. نقول مراجل العاشوراء لأن العاشوراء التي ستصنع ستوزع على كل الجيران. العاشوراء نوع خاص من الحلويات يجمع بين عشرات المأكولات التي يتكون منها، من القمح إلى التين، ومن العنب المجفف إلى الفستق الحلبي، ومن الفاصوليا إلى الجوز، بل حتى الرمان والقرفة اللتين تزينان وجه الطبق. تبقى كل هذه المأكولات على حالها دون أن تمزج ببعضها البعض، ولكن باجتماعها جميعاً تكون طعاما مغذيا جدا وذا طعم مميز، تماما مثل ما هي ثقافة وطننا تركيا، حيث تنوع الثقافات الفرعية يكون ثقافة تركية عليا يبقى فيها الكل كما هو. هناك بعض التقاليد التي تستمر لقرون من الزمن وتوجد في كل الشرائع السماوية. يوم عاشوراء هو يوم يظن أنه قد حدث فيه قبول توبة آدم عليه السلام، نجاة نوح عليه السلام من الطوفان، عدم احتراق إبراهيم عليه السلام في النار، نجاة عيسى عليه السلام من الموت، شفاء أيوب عليه السلام من الأمراض، ولقاء يعقوب ويوسف عليهما السلام. سمي يوم عاشوراء بهذا الاسم من الرقم 10 في اللغة العربية لأنه اليوم العاشر من شهر محرم، وانتقل من اللغة العربية إلى اللغة التركية، ولهذا اليوم قيمة وأهمية خاصة في الإسلام. تقام في تركيا في هذا اليوم احتفالات مهيبة، تعتبر الاحتفالات التي تقام في منطقة هالقلي في إسطنبول أحد أهم مراسم الحداد، وقد اختيرت كأهم مراسم إحياء ذكرى عاشوراء من قبل منظمة اليونسكو لأنها أفضل ما يشرح يوم عاشوراء. في يوم عاشوراء لا يغضب أحد ولا يغتاب ولا ترتكب الجرائم، ومن استطاع الصوم فإنه يصوم. أحد معاني هذا اليوم أن يشارك الناس بعضهم بعضا في أفراحهم وأتراحهم. عاشوراء هو أحد النماذج الجميلة التي تعلم الناس أهمية التوافق والمشاركة في زمن يسيء فيه البشر لبعضهم البعض وللمحيط الذي يحيون فيه. أهلا وسهلا بكم معنا مشاهدينا الأكارم مجددا في محورنا الثاني لهذه الليلة، وجوه الناس وتعبيراتهم، ولكن بعيون عدسات الكاميرا الفوتوغرافية. وجوه الناس مآلاتها، هذه الشقوق الموجودة على الوجوه والتي تحكي حكايات الزمان. معنا لأجل الحوار عنها والتعبير عنها بدقة مصور احترف تصويرها والإبداع في التقاط بعض تعابيرها، الأستاذ المصور الفوتوغرافي المحترف الأستاذ جوسكو نايدن. أهلا وسهلا بك معنا في برنامج الألوان السبعة. أهلا وسهلا ومرحبا أستاذنا الكريم. بعد ترحيبنا بحضرتكم مرة أخرى نخرج مع مشاهدينا الأكارم في تقرير مصور لنتابع معرض وجوه الناس الذي احترفه ضيفنا الكريم، لنتابع مع المشاهدين. تواصل جوسكو نايدن مع
الجمهور من خلال معرض الصور الفوتوغرافية التي صورها في دار المسنين. هذه الصور كانت نتيجة تفكر وعمل دؤوب استمر لمدة 6 أشهر. هناك عرض ما يقرب من 3000 صورة. تجسد موسوعة ممر الصور التي عرضت ضمن حملة إسطنبول عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2010 تحت اسم دار المسنين مؤسسة إسطنبولية. صور المصور الفوتوغرافي جوش كونايدن التي استعرضت حياة المسنين ليست مجرد مقاطع وصور للحظات ومشاهدات معاشة في الدار، بل تعكس روح المؤسسة وفي نفس الوقت ترينا الحالة الداخلية لها وللأحداث داخلها. هذا الفنان يستخرج خارطة البنية الاجتماعية لهذه المؤسسة ويضمن لنا أن نرى حياة الناس الذين يقطنون هنا، بذلك نصبح شهود عيان على قصص وحكايا من يعيش هناك. يعطي المصور من خلال مشروع الصور هذا رسالة مفادها أننا جميعا سنشيخ ونهرم يوما ما. ينتاب مشاهدي صور المسنين والمسنات وذوي الاحتياجات الخاصة والمعوقين جسديا والأطفال مشاعر وخيالات متنوعة. في الحقيقة إن كل صورة من هذه الصور تغني بنفسها عن فيلم وثائقي. الأستاذ جوش كونايدن، أهلا وسهلا بك مجددا. من أين جاءتك هذه الفكرة الإبداعية لتسليط الكاميرا الفوتوغرافية على وجوه الناس؟ هذه الفكرة حقيقة أنا أيضا قد تجاوزت منتصف العمر الآن وقد قاربت إلى الشيخوخة، فلهذا السبب حقيقة أريد أن أتعرف على مشاعر الناس عندما يكبرون، أو أريد التعرف على حالتهم النفسية والروحية، وعندما يكبر الإنسان كيف يعكس مشاعره إلى الآخرين. وإسطنبول وبلدية إسطنبول الكبرى لا شك أنها طلبت منهم إذنا بالتصوير، فجزاهم خيرا أنهم سمحوا لي بالتصوير وأيضا قد ساعدوني في هذا الأمر، وبقيت هناك 6 أشهر مع هؤلاء الكبار سواء كانوا ذكورا إناثا، وأيضا المعوقين بدليا، وكذلك الذين حاولت أن أكون معهم بشكل مكثف، وبعد ذلك أردت الاقتراب منهم، جلست معهم، قمت معهم، وذهبت معهم، وحزنت معهم، واستمعت إلى أحاديثهم وقصصهم وحكاياتهم، وتعرفت على نفسية الكبار وعشت هذه النفسية وعشت هذه المشاعر حقيقة. بعد أن وأريد أن يعرف الناس هذه المشاعر أو أن يتعرف الناس إلى هذه المشاعر من خلال مجموعة من الصور، وأيضا أن ينظروا إلى الناس وأن ينظروا إلى هؤلاء الناس بهذه فإسطنبول كما تعلمون كانت عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2010، وكانت يوجد هناك مشاريع في التصوير وكنت أنا مساهمة فيها. نعم حضرة الأستاذ جوش كونايدن، عندما نتحدث عن انتهاء عام 2010 وكون إسطنبول عاصمة للثقافة الأوروبية في هذا العام، وبعد نجاح كبير شهده معرضك في هذا الاتجاه، كيف تقيم لنا شخصيتك نفسيتك بعد نجاح معرضكم الذي سلط الضوء على قضية إنسانية كبرى؟ أنا كمصور في حقيقة الأمر، فإنني عندما يأتي الناس إلى هذا المعرض وينظرون إلى هؤلاء الناس فإنهم يدركون مدى المعاناة التي يعانيها كبارنا في السن، فهذا الأمر حقيقة تعتبر أكبر جائزة، وعي الناس بهذه المسألة. وضمن فعاليات الثقافية لمدينة إسطنبول ضمن عام 2010 كانت هناك 16 معرضا فوتوغرافيا، وهذه كانت أحد
تلك المعارض لا شك أن تلك المعارض كانت قد قدها مفكرون وفنانون عظام لا شك في ذلك، وقد استطعنا الحمد لله أن نقدم كل هذه الأمور إلى المجتمع. لا أستطيع أن أقول أنه نجاح إذا كان هناك وعي عند الناس وإدراك عند الناس بهؤلاء الناس، فإن ذلك يكون هو النجاح. طبعا تقييم الناس لمعرضكم أنه كان ناجح، وبناء على هذا الكلام وجهنا حديثنا إليكم وهي صور معبرة جدا حقيقة، نشكرك عليها باسم برنامج الألوان السبعة. أستاذنا الكريم، كثيرة هي الكاميرات في الدنيا، ولكن قلة من يوجهون كاميراتهم باتجاه صحيح. أنتم أقمتم 11 معرضا، كيف تقيم لنا مستوى نجاحك في معرض وجوه الناس؟ لا شك أن الناس عنصر مهم في هذا الكون، وهو من أفضل المخلوقات وأهم المخلوقات في هذه المعمورة. فإذا كان في صوركم مكان لهذا الإنسان ولهذا المخلوق، فإن ذلك أنك قد نجحت في مهمتك كمصور. وعندما نتحدث عن المعارض، أنا كان لي 11 معرضا مختلفا ضمن، وكان أكثرها إسعادا بالنسبة لي هو معرض وجوه الناس. هذا المعرض الذي أقمته حقيقة، الذي شرحت من خلاله مشاعر الناس، وشرحت من خلاله وصلت إلى كتلة وشريحة، استطعت أن أعبر عن أحزانهم، عن آلامهم، عن ما يعيشون به. من بإمكانك أن تكتب الآن عددا من المقالات عن هذا الأمر، إلا أن الصورة تستطيع أن توصل إليك المشاعر، وأنني أعتقد أن الصورة بإمكانها أن توصل المشاعر الصادقة والمشاعر الحقيقية أكثر من أي كتابة أو مقالة. على صعيد الكاميرا الفوتوغرافية الآن، في ظل التقدم التكنولوجي، هل ترى أن هذا الفن، هذا العلم، هذه الحرفة الإبداعية اليوم ستأخذ مكانتها اللائقة في المجتمع من خلال جهود فردية عظيمة مثل الجهود التي قمتم بها حضرة السيد جوشكو؟ لا أستطيع أن أقول أنني ناجح وبارع من الطراز الأول. الآن يوجد الصور الديجيتال والمصورون الكثير والمصورون الكثر حقيقة في تركيا والعالم بشكل عام، والآن يوجد الكثير من الموهوبين حقيقة ضمن هذا الإطار وضمن هذا المجال، وحقيقة مكانتهم ونجاحاتهم أمامنا في الآن بسبب وجود هذه الكاميرات الديجيتال حقيقة أصبح إنتاج الناس كبيرا جدا جدا. طبعا وبإمكاننا أن نختار صورا كثيرة جدا مهمة، وإلا أنه حقيقة ما ينتظر المصور الآن، حقيقة المهمة التي أمامه الآن، يجب أن يكون صاحب تفكير عميق، يجب أن تكون له وجهة نظر أو رؤية للعالم بشكل عام، لإمكانه أن يصور صور من خلال هذه الرؤية وهذا التفكير الذي يراه، بإمكانه أن يظهر للناس صورا وأمورا لا يستطيع الناس أو الناس المجردين أن ينظروا إليها أو أن يعرفوها بمجرد النظر فيجب أن يكون هناك تصوير ذا بعد اجتماعي، ذا رؤية للعالم بشكل عام. فإذا كانت هذه الرؤية هي أساس المصور، فإنه يكون مصورا ناجحا. في هذا السياق أستاذنا الكريم، عندما نتحدث عن معرض لوجوه الناس، أفكارك المستقبل، أنت أقمت 11 معرضا، وكانت يعني عند اطلاعي على بعض المسميات لها على قضية البحار وعلى قضية الخطوط الجوية وما إلى ذلك، ما هي أفكارك المستقبلية في هذا السياق؟ معرضك القادم ماذا تنوي فيه؟ شك أنني أريد أن أصور في موضوعات ومسائل متختلفة متعارضة، ومن هذه المعارض أو من هذه الصور الآن والتي أبحث فيها الآن كانت عن الوجوه. أما الآن في المستقبل أنا أصور مثلا صور عن عديدة للبحر. إن الصور التي أقوم بتصويرها حقيقة أنا أريد أن أصور المسألة، أريد أن أعبر عن مشكلة اجتماعية، عن مسألة اجتماعية، أن أظهر للناس، للمجتمع، للناس،
أمورا لا يعرفها المجتمع. هناك الناس حقيقة يعيشون في داخل البحر أو قريبا من البحر إلى أنهم يختلفوا لا يعرفون البحر. تركيا محاطة من ثلاث جهات في البحر، أما ثقافة البحر فهي مع الأسف الشديد غير متوفرة بالمكان اللائق. فمن خلال الصور التي أقدمها للبحر أو التي أريد أن أقدمها قريبا إن شاء الله. نعم أستاذنا الكريم، يعني حتى نكون يعني في هذا الأمر نختم هذه يعني القضية الحساسة والحيوية. الكاميرا سلاح، ولكن هذا السلاح لابد من توجيهه باتجاه معين. أنت تنصر إنسانا، تنصر قضية معينة. نشكرك بداية يعني ونهاية على جهدك الفردي، نشكرك على قناعتك الخاصة، ونشكرك أيضا على هذا المعرض المميز الذي أسهمت بإثراء المعرفة من خلاله. ومشاهدينا الأكارم، بعد شكر ضيفنا الأستاذ جوشكون آيدن على حضوره معنا، نتابع معكم بلا تعليق ووجوه الناس. مشاهدينا الأكارم، وصل قطارنا إلى محطته الأخيرة، وكما التقيناكم بكل المحبة نودعكم أيضا بكل المحبة من فريق البرنامج ومن مخرجه السيد رسول أسلو، ومني مقدم البرنامج دكتور نزار الحباوي، نقدم لكم كل التحية والمحبة، وإلى لقاء قريب.